نرحب بالحضور جميعا، وأشكركم على تواجدكم معنا في هذه الفعالية. الفعالية هذه أقيمت خصيصا لجميع الطلبة والطالبات اللي كانت تصلنا منهم يعني أسئلة كثيرة بخصوص كيف نتخرج بتميز، ابتداء من اللي هي التكريم اللي هو تخرج التميز البحثي، التقدم إلى جوائز الدراسات العليا بأنواعها، إلى طبعا الأشياء الأخرى اللي ممكن تساعد الطالب أنه يتخرج بتميز. نبدأ إن شاء الله مع الدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا. طبعا في كلمة ترحيبية من حضرته، وراح يتكلم لنا بإيجاز عن موضوع المجلات العلمية والنشر. تفضل دكتور. شكرا جزيلا استاذ غدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الفعاليه، واتمنى لكم في البدايه ان شاء الله كل التوفيق والنجاح والتميز في برامج الدراسات العليا، وانتم فعلا متميزين بما انكم قد انضممتم الى الدراسات العليا وخصصتم جزءا من اوقاتكم لتطوير انفسكم. فمهما يعني مهما كانت النتائج التي ستخرجون بها ان شاء الله، هي بلا شك ستكون اضافه نوعيه لحياتكم العمليه وحياتكم المهنيه وحتى حياتكم الشخصيه. فكون الطالب يقدم على مثل هذه الخطوه مع كثره الالتزامات ويقوم بدراسه الدراسات العليا، فهذا بحد ذاته يعتبر تميزا من وجهه نظري. كما يشير عنوان الورشة، نحن نطمح بأن نرى جميع طلابنا وهم متخرجون بتميز، سواء كان تميزهم هذا على مستوى الخبرات أو على مستوى الأبحاث والتي نركز عليها بصورة كبيرة جدا، وكذلك على مستوى الشخصي. كما ذكرت أستاذة غادة، نحن في مكتب الدراسات العليا نسعى دائما إلى أن نقدم جميع الخدمات الممكنة التي ستؤدي إلى تسهيل مهمة الدراسة، ومن خلال يعني تلقينا الكثير من الأسئلة وكذلك رؤيتنا الكثير من العقبات التي طرأت خلال على كثير من الطلبة خلال فترة دراستهم، قد تؤدي إلى تعثر البعض منهم، قد تؤدي إلى تأخر البعض الآخر في الانتهاء من الدرجة العلمية، قد تؤدي إلى يعني وفي حالات نادرة جدا فشل البعض في الحصول على الدرجة العلمية. لذلك كان تنظيم مثل هذه الورش وهو بشكل سنوي. الزملاء مشكورون في قطاع شؤون الطلاب، يقومون ببذل جهد كبير جدا في إعداد مثل هذه الورش التي تساعد الطلبة على فهم المتطلبات التي ستعينهم على الانتهاء بسرعة وبتميز وبأقل قدر ممكن من الإشكاليات والعقبات خلال دراستهم في برامج الدراسات العليا، سواء كانت الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه. بالطبع كما تعرفون من خلال السنوات الماضية، وستتحدث بالتفصيل الأستاذة غادة إن شاء الله لاحقا خلال هذه الورشة، استطعنا ولله الحمد الحصول على الموافقة على أن يتم أيضا تكريم طلبة الدراسات العليا المتميزين. بالطبع يعني هناك مستويات الطلبة تختلف من طالب إلى طالب، فاخترنا أن يكون هناك أيضا طلبة دراسات عليا متميزين يتم تكريمهم من راعي الحفل صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكذلك يعني من قبل راعية الحفل أيضا حرم سمو الأمير، وهي مع المتفوقين ايضا من البكالوريوس وغيرها. بالطبع كما ستعرفون في التفاصيل، لا يمكن ايضا ان يكون المتميز في الماجستير والدكتوراه مشابه في بنفس المعايير للمتميز في البكالوريوس. فالطالب في البكالوريوس يكون في مرحله البناء المعرفي، في مرحله تحصيل المعلومات والمهارات التي يحتاجها مسيرته العمليه وكذلك مسيرته العلميه، ولذلك نجد التركيز بصوره كبيره جدا على ملف الطالب وعلى المعدل الذي يحصل عليه. طالب الدراسات العليا يفترض فيه انه قد وصل الى مرحله من النضج العلمي والاكاديمي في المهارات وغيرها، باننا سنضيف
مزيد من المعايير التي من خلالها نستطيع أن نقول فعلا بأن هذا الطالب هو طالب متميز، أن هذا الطالب طالب يستحق أن يكون من ضمن فئة المكرمين على مستوى، على أعلى مستوى من المستويات، يكون هذا الطالب يستحق أن يدرج اسمه ضمن المتخرجين في مرتبة الشرف. ولذلك تمت إضافة مجموعة من المعايير التي سأتحدث عنها لاحقا، ولعل أهم هذه المعايير والتي تميز بين الطلاب هي مسألة النشر العلمي أو النشر الأكاديمي، نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة ذات السمعة والصيت العالي وذات الانتشار والتأثير، ما يسمى بالإمباكت فاكتور، فالتأثير في المجال العلمي، التأثير في المجتمعات، التأثير في المجتمع الأكاديمي. هذه المجلات هي التي نستهدف أن يصل طلابنا إلى مرحلة ومستوى من المهارات البحثية بحيث أنهم يستطيعون أن ينشروا في مثل هذه المجلات. وفي النهاية الماجستير والدكتوراه هي في الحقيقة درجة بحثية أكثر من كونها درجة تعليمية، هي تدرب الطالب على إتقان مهارات البحث العلمي، إتقان مهارات الوصول إلى المعلومة ومعالجة الإشكاليات التي ستطرأ وإيجاد الحلول المناسبة لها والحلول العملية وليست فقط الحلول النظرية. وهنا سيأتي السؤال ويطرح السؤال بكثرة، كيف نستطيع نحن كطلاب أن نعرف ما هي المجلات التي يمكن أن ننشر فيها، أو ما هي المعايير التي يمكن أن من خلالها أن نحققها؟ بالطبع هناك تفريق بين نوعين من أنواع العلوم، هناك العلوم الطبيعية أو التطبيقية مثل العلوم الهندسية والعلوم الصحية والبيولوجي وغيرها من هذه العلوم المختلفة، والتي يعني يكون النشر فيها في الغالب أو في معظمه باللغة الإنجليزية. وهذا النشر باللغة الإنجليزية، كثير من المجلات الآن أصبح هناك مؤسسات تقوم بتصنيف هذه المجلات، و تكون المجلة حسب المعايير النشر الموجودة فيها تصنف Q1 وQ2 وQ3 وQ4 وصلنا إلى Q6 تقريبا في هذه المجالات. فالتخصصات العلمية يستطيع الطلاب بصورة كبيرة جدا أن يرجعوا إلى التصنيفات العالمية في سكوبس وفي غيرها لمعرفة تصنيف هذه المجلة، اللي هي وكون عادة مذكور ضمن التعريف بهذه المجلة أنها مصنفة كQ1 أو Q2، وهذه التي نستهدف Q1 وQ2 نستهدف أن يكون طلاب التخصصات العلمية في كلية الهندسة وفي التخصصات العلمية في كلية الآداب والعلوم وفي التخصصات الصحية في كلية العلوم الصحية وكلية الصيدلة ودكتوراه في علوم في الصحة والتي يكون فيها الطب وفي الصيدلة وفي العلوم الصحية، وفي المستقبل القريب إن شاء الله ستكون في الأسنان. نستهدف أن نرى النشر العلمي في هذه المجلات بحيث نعرف أن الطالب هو طالب متميز استطاع بالوصول إلى مجموعة من المهارات التي من خلالها قام بالنشر في هذه المجلات العلمية المرموقة، المجلات العلمية ذات الطابع التحكيمي وذات المعايير عالية المستوى في قبول الأبحاث، وهذه يمكن الحصول عليها من خلال كما ذكرت الإنترنت، وكذلك الكليات نفسها، عمادة البحث الدراسات العليا في كل كلية، العميد المساعد في كل كلية من هذه الكليات، أو مكاتب الدراسات العليا كما هو الحال في القطاع الصحي، توجد لديهم هذه المجلات، توجد لديهم التوصيات الخاصة بها، ويوجد أيضا لديهم المعايير التي يمكن النشر من خلالها، نظرا للنشر الكثير من قبل الاساتذه في المدينه. السؤال هنا يطرح بالنسبه للابحاث التي تنشر باللغه العربيه بكثره، طبعا حتى تخصصات العلوم الانسانيه والاجتماعيه مثل اللغه العربيه ودراسات الخليج وعلوم الشريعه الاسلاميه، برامج الشريعه الاسلاميه المختلفه، كليه الشريعه، برامج القانون، البرامج الاخرى، برامج كليه الاداره والاقتصاد، ايضا هناك تصنيف لمجلاتهم بالذات المجلات التي تنشر باللغه الانجليزيه. ويوجد بعض هذه المجلات من ضمن الكيو 1 والكيو 2 في مجال التخصص، ولكن ايضا في نفس الوقت هناك مجلات معروفه ومجلات ذات تاثير عالي في المجتمع الاكاديمي والمجتمع العلمي وغيرها، كما ذكرت ما يسمى بالامباكت فاكتور، لها تاثير عالي، معيار تاثير عالي، ولكن هذه المجلات قد لا تكون موجوده في التصنيفات، لانه يعني كما ذكرت
معظم المؤسسات التي تقوم على تصنيف المجلات او المواقع هي تتكلم عن المجلات التي تنشر باللغة الإنجليزية، نظرا لأن النشر العلمي هو باللغة الإنجليزية. ولكن بالنسبة لكليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كيف أستطيع أن أنشر؟ ما هي المجلات؟ هنا نحتاج إلى اللجوء إلى الكلية، وهنا أنا أوصي طلاب هذه التخصصات بالذات، طلاب كلية الشريعة ببرامجها المختلفة في الفقه وفي التفسير وفي كبار الحضارات، برامج كلية القانون في القانون الخاص والقانون العام والدكتوراه، برامج كلية الآداب والعلوم في اللغة العربية وفي دراسات الخليج، برامج كلية الإدارة والاقتصاد المختلفة في التسويق في المحاسبة وفي غيرها، أن يقوموا بالتواصل مع مشرفيهم أنفسهم، المشرفين أنفسهم، لاستشارتهم في المجلات العلمية المرموقة التي يمكن أن ينشر فيها في مجال بحثهم، لأن هناك في كل كلية تصنيف معين لهذه المجلات وما هي المجلات الأكثر قوة للنشر العلمي فيها، وفي الغالب يقوم أساتذة هذه الكليات بالنشر في تلك المجلات لمعرفتهم بمدى قوتها، وكذلك أنا يستفيدون منها في قضية الترقيات وفي قضية التقييم السنوي. فلذلك أنا أقول قبل أن تبدأ بالتخطيط للنشر استفسر واسأل عن، اسأل المشرف، اسأل المنسق البرنامج الموجود لديك، اسأل العميد المساعد للبحث والدراسات العليا، ستجد هناك قائمة من هذه المجلات موجودة لديهم، وسيتم توجيهكم إلى الأفضل المجلات للنشر العلمي والتي يمكن من خلالها أن تحققوا معايير التميز والتخرج بتميز بحثي عالي المستوى. طبعا هناك اشتراطات، كم عدد الأبحاث التي ينبغي أن ينشرها الطالب، ما هي المعدلات التي ينبغي الحصول عليها، هذه كلها إن شاء الله سيتم شرحها بالتفصيل إن شاء الله من قبل أستاذ غادة الكواري العميد المساعد بشؤون الطلاب، والتي تشرف على مسألة إعداد القوائم الخاصة بالخريجين بتميز. أكتفي بهذا القدر، أترككم مع بقية الزملاء لشرح تفصيلي حول بقية المعايير وحول بقية الوسائل التي تمكن الطالب من التخرج في أسرع وقت وبأقل قدر ممكن من الإشكاليات والعقبات. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، تمنياتي لكم جميعا بأن تكونوا من ضمن قائمة الخريجين المتميزين. شكرا جزيلا لكم، ونحن موجودون دائما في مكتب الدراسات العليا للإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم، سواء كانت خلال هذه الفعالية أو خلال العام الأكاديمي وخلال فترة مسيرتكم في جامعة قطر، والتي نأمل أن تنتهي إن شاء الله بكل نجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور احمد على كلمتك وعلى ايضاحك بالنسبه للنشر. طبعا احب اوجه ملاحظه لجميع الحضور ان رابط الترجمه للغه الانجليزيه موجود في الشات، في حال وجود اسئله ممكن كتابتها على الشات او على الكيو ان اي وسيتم الاجابه عليها سواء كان في وقتها او في نهايه السيشن او المحاضره. سوف ننتقل الان الى الزميله آمنة حسين، بتتحدث طبعا بالتفصيل عن تقويم او تقييم الرسائل والاطروحات الجامعيه من ناحيه الفورمات او ما يسمى بالتاد فورمات. التواريخ اللي ان شاء الله راح تقوم فيها الاستاذه آمنة بشرحها هي تواريخ مهمه جدا، واحيانا ممكن تكون سبب في تاخر، ممكن الطالب انه يتاخر اذا في تخريجه اذا ما اتم الرساله في وقتها. ما راح اخذ من وقتكم استاذه آمنة، تفضلي. شكرا أستاذة غادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة آمنة حسين من مكتب الدراسات العليا قسم مراجعة تنسيق الرسائل والأطروحات الجامعية. سوف أتحدث إن شاء الله اليوم، سوف أتحدث لكم عن آلية إعداد وتسليم الرسائل البحثية وفق التنسيق المطلوب، وهو ما يسمى بالتاد فورمات لدينا، بالإضافة إلى المواعيد النهائية لتسليم هذه الرسائل النماذج اللازمة للتخرج. فكما تشاهدون الآن سوف أعرض لكم التقويم التاد اللي هي المواعيد النهائية لتسليم الرسائل والأطروحات الجامعية لهذا العام. هذا التقويم يتم تحديثه سنوياً ويشمل على الفصلين، فصل الخريف والربيع من كل سنة. فالآن نحن في فصل الخريف
تبتدي آلية تسليم الرسائل بترشيح ممتحن خارجي من قبل الكلية، وهو في تاريخ 15 سبتمبر من هذا العام. تقوم الكلية هنا بترشيح الممتحن الخارجي لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم في هذا الفصل. فبعد التأكد من أن الممتحن الخارجي لديه الاستطاعة على مراجعة الرسالة وتقييمها، يتم إرسال نسخة من الرسالة لمكتب الدراسات العليا للاطلاع على تنسيقها والتأكد من أنها منسقة وفق التنسيق المطلوب للجامعة، حيث أنها يتم تسليمها للممتحن الخارجي وفق التنسيق المطلوب، وتكون منسقة حسب التنسيق المطلوب. فيجب على الطلاب اتباع التنسيق المعتمد للرسائل والأطروحات في كتابة رسائلهم، وعلى مشرف الرسالة التأكد من أنها وفق التنسيق المطلوب وإرسالها لمكتب الدراسات العليا. ويجب أن تكون كاملة المحتوى، وأنبه على أنها تكون كاملة المحتوى من حيث المحتوى البحثي للرسالة، بكل فصوله يكون كامل. وإذا كانت الرسالة لم تطابق التنسيق، يتم رفضها وإرجاعها للكلية. فآخر يوم لتسليم الرسائل، نسخة من الرسالة للطلبة لهذا الفصل، هو 21 أكتوبر من هذه السنة. ثم بعد ذلك يتم التأكد من تنسيقها وإرسالها للممتحن الخارجي من قبل مكتبنا، ويقوم الممتحن الخارجي بتقييمها والرد عليها، ومن ثم يتم التواصل مع الكلية وإرجاعها للطالب. بعد هذه المرحلة تكون الاستعداد يكون تكون المرحلة لتحديد الموعد النهائي للمناقشة الشفوية. وأيضا قبل المناقشة الشفوية، يوجد هناك موعد نهائي لتسليم نسخة من الرسالة للممتحن الخارجي. في خلال هذه الفترة ما بين 21 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، يجب على الطلاب تسليم جميع رسائلهم حتى نتأكد من أنها تأخذ مدتها الكافية لإرسالها للممتحن الخارجي وتقييمها. بعد في آخر يوم تسليم الرسالة للممتحن الخارجي هو 4 نوفمبر من هذا الفصل. بعد ذلك يتم تحديد موعد المناقشة الشفوية. بعد أن يتم الرد من قبل الممتحن الخارجي، تقييم الرسالة وتصل إلى الكلية والطالب، ويجري التعديلات إذا كانت هناك تعديلات لازمة للرسالة من قبل الممتحن الخارجي، يجريها ومن ثم يستعد لجلسة المناقشة الشفوية. آخر يوم لتحديد المناقشة الشفوية هو 7 ديسمبر من هذا الفصل. إذا قام الطالب بتقديم جلسة المناقشة الشفوية بعد هذا التاريخ، ربما لن يتخرج في الفصل المخطط التخرج فيه. وقد تم تحديد هذا التاريخ بناء على تاريخ رصد الدرجات النهائية للجامعة لجميع الطلاب. ف7 ديسمبر هو آخر يوم لتحديد المناقشة الشفوية. ثم بعد ذلك سوف يكون تبدأ معنا المرحلة الثانية لمراجعة تنسيق الرسائل والأطروحات. فلدينا مرحلتين، المرحلة الأولى في 21 أكتوبر، والمرحلة الثانية في 16 ديسمبر. وهذه المرحلة هي المرحلة النهائية للرسالة، بحيث تكون شاملة وكاملة المحتوى، ويقوم الطالب بإجراء كافة التعديلات على الرسالة، سواء كانت تعديلات الممتحن الخارجي أم التعديلات التي تظهر للطالب بعد المناقشة الشفوية. يجري جميع وكافة التعديلات على رسالته ويرسلها في آخر الفصل، حتى يتم مراجعتها مراجعة نهائية واعتمادها، ومن ثم إرسالها للمكتبة للإجراء اللازم والمطلوب. وإن شاء الله لاحقا في هذه الورشة، زميلاتي، لا يوجد لدينا مشاركة من قبل المكتبة، سوف يتم إعطائكم المعلومات الكافية عن آلية نشر الرسالة أو حجبها.
بعد ذلك يأتي آخر موعد في هذا التقويم، وهو الموعد النهائي لتسليم الرسائل والأطروحات الجامعية للمكتبة. هذا الموعد يكون بين مكتب الدراسات العليا والمكتبة، نقوم نحن بتجميع جميع هذه الرسائل النهائية بعد اعتمادها، ويتم إرسال إيميل رسمي من قبل مكتب الدراسات العليا للطالب باعتماد الرسالة، ويتم تسليمها للمكتبة لإجراء التعديلات أو الإجراء اللازم لاتخاذ الإجراء اللازم للرسالة حسب رغبة الطالب في حال يرغب في نشرها أو حجبها. فهذا كل ما لدي للمواعيد النهائية، واللي هي التاد ديدلاينز لتسليم الرسائل والأطروحات الجامعية. ثم بعد ذلك لدينا صفحة خدمات التاد، وهذه الصفحة متاحة على موقع الجامعة، يمكنكم الاطلاع عليها لما لها من أهمية كبيرة لجميع الطلاب. هذه الصفحة يمكنكم الوصول إليها من خلال موقع الجامعة الرئيسي الـ QU Homepage، ثم بعد ذلك الـ Research and Graduate Studies، ثم بعد ذلك الـ Graduate Studies. وفي هذه الصفحة على يسار الشاشة سوف تجدون كلمة الـ Graduate Studies، هي الآن متاحة باللغة الإنجليزية، ولكن إن شاء الله قريباً سوف يتم تعريبها، وسوف توجد باللغة العربية أيضاً. بعد ذلك نذهب إلى الـ Graduate Studies، ثم بعد ذلك التاد Services، وهي خدمات التاد وكل ما يخص تسليم الرسائل والأطروحات الجامعية، وكل ما يخص الطلبة الذي المتوقع تخرجهم في كل فصل. فهي تحتوي أولاً على المواعيد النهائية لتسليم الرسائل والأطروحات الجامعية، وقد تطرقت إليها باللغة العربية، وهي متاحة في هذه الصفحة باللغتين، اللغة الإنجليزية والعربية. وأيضاً توجد نماذج هامة للطلبة المتوقع تخرجه الذين سوف يتخرجون في كل فصل. هذه النماذج يتم تعبئتها من قبل الطالب والكلية وإرسالها لمكتب الدراسات العليا، فهي تبتدأ من نموذج تعيين لجنة الإشراف وتسجيل الرسالة، وهو متاح، وهو ما يرقم بالرقم، وهو الموجود برقم واحد، متاح أيضا باللغة الإنجليزية والعربية، إلى اللي هو نموذج طلب التخرج. كل هذه النماذج يمكنكم الاطلاع عليها ومعرفتها، ويتم تعبئتها من قبل الطالب والكلية وإرسالها لدينا. أيضا توجد في هذه الصفحة جزء مهم جدا، وهو التاد تمبلتس، ما يسمى بالتاد تمبلتس، هي قوالب خاصة لكتابة الرسائل والأطروحات الجامعية لدينا. فلكل كلية قالب خاص فيها حسب لغة البرنامج الذي يدرس فيه، فهي متاحة باللغة العربية لبرامج اللغة العربية، ومتاحة باللغة الإنجليزية لبرامج اللغة الإنجليزية لجميع الكليات. وأيضا يوجد فيديو يشرح بالتفصيل قوانين وقواعد التنسيق الموجودة بالقوالب، فيستطيع الطالب تحميل هذه القوالب ومن ثم مشاهدة الفيديو لمعرفة قوانين وقواعد التنسيق الأساسية لكتابة الرسائل. أمنا؟ نعم؟ عفواً، في سؤال بالنسبة للتاد كالندر، في سؤال جاينا من طالب ابتسام، ما الفرق بين الممتحن الخارجي اللي في تاريخ 21 أكتوبر واللي في 4 نوفمبر؟ هو 21 أكتوبر سوف تتم مراجعة الرسالة وليس إرسالها للممتحن الخارجي. هنا الموعد النهائي لمراجعة الرسالة والأطروحات من حيث التنسيق، يجب أن تكون منسقة حتى نستطيع إرسالها للممتحن الخارجي.
أما 4 نوفمبر فهو الموعد النهائي لإرسال هذه الرسائل للممتحن الخارجي. فخلال هذه الفترة إذا توجد هناك تعديلات يجب على الطلاب إجراء التعديلات اللازمة لرسائلهم. طيب، في أسئلة بالنسبة حق القوالب من الأخت منال، تقول حاليا لا يوجد قالب لكلية الطب. نعم، نحن في عمل عليه إن شاء الله، وسوف يتواجد بإذن الله في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. إن فهي شاء من الله إن شاء الله. الكليات يعني التي وضعنا لها عين الاعتبار وعملنا بها ثم توقفنا، ولكن إن شاء الله سوف تتاح قريبا. إن شاء الله. سؤال من أستاذ عمرو إسام، أن هل يسمح باستخدام اللي هو الأوفرليف أو اللاتكس بدلا من وورد؟ نعم، بالذات كلية الهندسة يحتاجون هذه النسخة. في الواقع احنا وردتنا كثير من الاستفسارات بخصوص هذه النسخة وتوفرها لطلاب الهندسة. أيضا حاليا لم تستخدم ولم يتم استخدامها من قبل أي طالب، ولكن نحن في عمل عليها إن شاء الله. سوف تتاح أيضا من ضمن على موقع الجامعة من ضمن القوالب، سوف تتوفر لطلبة الهندسة نسخة من هذه الملف. تماما. بالنسبة للخط المعتمد في الرسائل اللي مكتوبة باللغة العربية، إيش نوع الخط؟ إن شاء الله سوف أتطرق الآن إليها و خلال شرحي للقواعد وقوانين التنسيق اللازمة لكتابة الرسائل سوف أذكر كل هذه المعلومات بإذن الله. تمام، لأن في سؤال إذا في إمكانية تغيير الخط. والله هو تم اعتماد الخط وتوافق عليه من قبل الكليات، ولكن هو مفضل أن يكون simplified Arabic. لكن إذا الطالب كتب بنوع خط آخر بحيث أن من أول صفحة إلى آخر صفحة هو الخط نفسه، يتم اعتماد الرسالة، ما فيها أي مشكلة. تمام، في حد لكن يسأل عن هو فقط هذا رابط الشرط، الوصول؟ تفضلي. فقط هذا الشرط يجب أن يكون الخط هو نوع واحد وموحد من أول الرسالة إلى آخر الرسالة، فما فيها أي إشكالية في حال تغيير نوع الخط. تمام، الطالب يسأل عن رابط الوصول للقوالب. أعتقد إحنا لسه الأستاذة آمنة كانت تشرح طريقة الوصول، ممكن إحنا نرجع عليه في يعني مرة أخرى بعد شوية. أستاذة آمنة لو سمحتي كملي. إن شاء الله نأتي لمرحلة تحميل القالب وإزالة الحماية عليه. الخطوة الأولى التي يقوم بها الطالب هي تحميل الملف على كمبيوتره الخاص، وعند فتح المستند يجب ملء الحقول الرمادية الموجودة في الملف، وبعض المعلومات هي متاحة على شكل خيارات سوف أتطرق إليها إن شاء الله لاحقا، وهي يمكنكم الآن مشاهدة صفحة العنوان. توجد هناك حقول رمادية بعد تحميل القالب وإزالة الحظر عليه. هذه الخطوة في أول خطوة يتم تحميل القالب وإزالة الحظر عليه بقراءة الخطوات الموجودة في الفصل الأول من القالب. فالقالب محمي ولديه كلمة مرور معينة، يتم فك الحظر بعد ملء الحقول الرمادية. بعد ذلك يقوم بإدخال كلمة المرور وتحرير المستند حتى يستطيع كتابة وإجراء التعديل على الملف. فالملف يتحرر، يستطيع الكتابة، يستطيع إجراء كافة التعديلات عليه. بالنسبة إلى صفحة العنوان، فصفحة العنوان هي صفحة الغلاف، وهي مهمة جدا. على الطالب قراءة التعليمات الموجودة في المربع الأصفر بعناية، وبعدها يتم إزالة المربع الأصفر مع الحفاظ على المسافة نفسها. كما يجب اختيار شهر التخرج، وفي حين استخدام الطالب للقالب نفسه سوف يجد أن القالب مبرمج حسب البرامج موجودة على شكل قائمة تم برمجتها من قبل مكتبنا. فسوف لكل كلية لها برامج مبرمجة في القالب، ما على الطالب إلا أن يضغط ويختار البرنامج الذي هو فيه. وشهر التخرج أيضا تم برمجته في القالب، وما على الطالب إلا أنه يضغط ويختار من القائمة شهر التخرج. فشهر التخرج لدينا شهرين فقط، كل الطلبة المتوقع تخرجهم فصل الخريف يكون تاريخ التخرج وسنة التخرج. سنة التخرج تكون يناير من العام المقبل، وجميع الطلبة
المتوقع تخرجهم في فصل الربيع يكون تاريخ التخرج هو يونيو من العام الحالي، كما أن الطالب يعتبر خريجا في الفصل الذي يحصل فيه على علامة النجاح في مناقشة الرسالة وإنهاء جميع الأوراق المطلوبة والنماذج وإجراء التعديلات والتنسيق المطلوب للرسالة، فالتنسيق هو جزء من إجراءات التخرج ومن تخرج جزء من إجراءات تخرج الطالب. لدينا أيضا في القالب وفي الرسالة صفحة لجنة المناقشة. في صفحة لجنة المناقشة عند الانتقال إلى هذه الصفحة من المهم إضافة تاريخ المناقشة وملء أسماء أعضاء لجنة المناقشة وإزالة الحقول الفارغة، كما أنه تم كتابة أسماء العمداء في أسفل الصفحة لجميع الكليات، ولكن يمكن للطالب تغيير اسم العميد في حال وجود أي تغييرات أو تعديلات بالنسبة لأسماء العمداء. يجب صفحة الغلاف وصفحة لجنة المناقشة يجب أن تطابق القالب تماماً كما هي وكما تشاهدون وموضح لديكم بالشاشة، من حيث المسافات، من حيث الفقرات، من حيث الترتيب والأسطر. صفحة بعد ذلك تأتي صفحة الملخص. صفحة الملخص على الطلاب كتابة أسماءهم تماماً كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذه الصفحة وكما هو موجود بالقالب، كما أنهم يجب عليهم التأكد من أن سنة التخرج والعنوان الموجود بالملخص هو نفسه العنوان الموجود على صفحة الغلاف، وسنة التخرج أيضا تكون هي نفسها سنة التخرج التي تم اختيارها وكتابتها في صفحة العنوان، كما أنه يتم إضافة اسم المشرف في الملخص، فهذه هي الفقرة الأولى من فقرة الملخص، وبعد ذلك يبتدي الطالب بكتابة الملخص الخاص برسالته في صفحة صفحتين، وبعض الكليات تتطلب بعض الكليات التي تدرس باللغة العربية تتطلب الملخص باللغة الإنجليزية، يتم أيضا إضافة الملخص باللغة الإنجليزية. بالنسبة إلى الملخص باللغة الإنجليزية أيضا يتم ترتيبه بنفس الترتيب الموجود في القالب نفسه، من حيث العنوان، من حيث سنة التخرج، ومن حيث إضافة اسم المشرف. صفحة الإهداء، قبل أن أذهب إلى صفحة الإهداء لدي ملاحظة بالنسبة لنوع الخط في اللغة. في قالب اللغة العربية نوع الخط يفضل أن يكون Simplified Arabic، وحجم الخط يكون 11 و12 للهوامش السفلية و14 في متن الرسالة، على أن لا يتجاوز الخط 20 للعناوين، فتكون 11 و12 للهوامش السفلية حجم الخط، 14 في متن الرسالة، ولا يتجاوز العشرين للعناوين، كما تكون المسافة بين الأسطر هي 1.5 في الفقرات الموجودة بمتن الرسالة. أما هوامش الصفحات فتكون بالنسبة للقوالب العربية 1.5 جهة اليمين وواحد إنش، تكون بالإنش 1.5 جهة اليمين وواحد في أعلى وأسفل ويسار الصفحة. أما بالنسبة للقوالب اللغة الإنجليزية فهي تكون هوامش الصفحات جهة اليسار 1.5 إنش و1 إنش في الأعلى والأسفل ويسار الصفحة. المسافة بين الأسطر القوالب اللغة الإنجليزية تكون double space. نوع الخط career Arial Times New Roman، لكن يجب أن يكون نوع واحد من أول صفحة إلى آخر صفحة في الرسالة. هذه بعض الملاحظات بالنسبة لنوع وحجم الخط في كتابة الرسالة. أما بالنسبة إلى صفحة الإهداء، فصفحة الإهداء هي صفحة اختيارية، عادة ما تتم كتابة الإهداء بخط مائل، ونادرا ما يتجاوز الإهداء 4 أسطر. صفحة ثم بعد ذلك تليها صفحة الشكر والتقدير. صفحة الشكر والتقدير أيضا هي صفحة اختيارية، تتضمن هذه الصفحة إقرارا موجزا بالمساعدة التي حصل عليها الطالب من الأفراد، من المشرف، من أعضاء هيئة التدريس، من المؤسسات، فيقدم لهم الشكر البسيط. أمنا، في سؤال لو سمحتي؟
في طالبة نور تقول حاولت أختار الشهر ولكن بعد الاختيار ما يظهر لي. في نفس الشيء تقول نفس الحالة عند اختيار اسم الكلية، الكلية أيضا ما تظهر لي. إيش الكليات تنصحون الحين؟ موجودة، الكليات موجودة مكتوبة في القالب، لكن القائمة الدروب ليست التي تم برمجتها في قوالبنا يجب فتحها والاطلاع عليها قبل إزالة الحظر. في حال إزالة الحظر تحرر الملف لا تظهر القائمة. فيمكن الأخوات تم إزالة الحظر ومن ثم بعد ذلك تم البحث على القائمة، لا تظهر القائمة. يجب أولا ملء الحقول الرمادية وسوف يجدون القائمة مبرمجة في القالب قبل إزالة الحظر. طيب، تمام، شكرا. العفو، هناك صفحة مهمة جدا وهي صفحة فهرس المحتويات. هذه الصفحة يجب أن تطابق ترتيب القالب تماما، وتم إرجاع الكثير من الرسائل بسبب عدم اتباعهم لهذا التنسيق. فهي تبدأ بالشكر والتقدير ولا تحتوي على صفحة لجنة المناقشة ولا صفحة الملخص، وإنما تبدأ بالشكر والتقدير وتكون مزدوجة، تكون بهذا الترتيب، تكون بهذا الترقيم. الترقيم في الرسالة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية يكون في بداية الصفحات بالأحرف. للغة العربية تكون الأحرف العربية، ويبدأ بصفحة بالترقيم بالرقم باء لصفحة لجنة المناقشة، حيث أن الرقم ألف يكون مخفي في صفحة الغلاف. لم يستطع الطالب إخفاء الحرف ألف، حسناً يبدأ بالرقم باء لصفحة لجنة المناقشة إلى أن يصل إلى صفحة المقدمة أو الفصل الأول. هنا تبتدأ الأرقام العربية والأرقام العادية، الواحد اثنين ثلاثة للقوالب العربية والإنجليزية، 1 2 3. في قوالب اللغة الإنجليزية أو بداية الصفحات تكون مرقمة بالأحرف اللاتينية، وأيضا يبتدي الطالب الترقيم بالكوميتي بيج، الرقم اللاتيني رقم 2، الحرف اللاتيني 2، ومن ثم إلى الانترودكشن أو الشابتر 1 يبتدي يرقم بالأرقام العادية. فهذه بالنسبة إلى فهرس المحتويات من حيث الترقيم ومن حيث الترتيب. هناك ملاحظة، يجب أن يبدأ الطالب كل فصل بصفحة جديدة، وكذلك في الإنجليش كل every chapter، كل فصل يبتدي بصفحة جديدة. صفحة فهرس المحتويات وقائمة الجداول وقائمة الرسوم التشكيلية الموجودة لدينا في القالب محدثة ومبرمجة بحيث يستطيع الطالب أن يحدثها تلقائيا. كما ترون في الشاشة هنا، يمكن أن يضغط بالمؤشر على فهرس المحتويات، فسوف يلاحظ أنه تم برمجته تلقائي بحيث أنه يعمل أبديت تلقائي. ففي حال استخدام الطالب للقالب نفسه والكتابة عليه، سوف تسهل عليه الكثير من الأمور، فيستطيع أن يحدثها تلقائيا. كذلك بالنسبة إلى قائمة الجداول وقائمة الرسوم التشكيلية، يجب أن تطابق ترتيب القالب وتكون مرقمة، ويمكن تحديثها تلقائيا في حال استخدام القالب نفسه. أنا عفوا، في سؤال عن حجم الخط للقالب الإنجليزي. حجم الخط في القالب الإنجليزي يكون اي آسفة لم أذكر هذه المعلومة، تكون في متن الرسالة 12، وتكون والعناوين لا تتجاوز 14. إذا حجم الخط في متن الرسالة 12، والعناوين التايتلز لا تتجاوز 14، والمسافة بين الأسطر مزدوجة، وهوامش الصفحات كما ذكرت يسار 1.5 وإنش، وأعلى وأسفل ويمين الصفحة تكون 1 إنش. طيب، تنسيق العناوين. بالنسبة إلى تنسيق العناوين تعتمد جامعة قطر،
أسلوب الـ APA5 لتنسيق العناوين حسب مستوياتها الثلاث الأولى Heading 1, Heading 2, Heading 3 في جميع الرسائل البحثية لطلبة الدراسات العليا. أما أساليب العناوين الأخرى فهي مقبولة إذا كانت تتوافق مع أسلوب كتابة البحث وذلك بعد موافقة المشرف، وقد تم تنسيق وبرمجة هذه الأساليب في القالب نفسه. ففي حالة استخدام الطالب للقالب سوف يجد أن هذه العناوين مبرمجة وموجودة في القالب نفسه. وأيضاً للمزيد من التفاصيل بتفاصيل بشرح أكثر وتفاصيل أكثر يوجد لدينا فيديو ذكرت لكم موجود على موقع الجامعة يمكنكم الاطلاع عليه، وسوف تجدون شرح تفصيلي بخصوص تنسيق العناوين والأساليب المستخدمة. استخدام الجداول في المستند. بالنسبة إلى استخدام الجداول يجب أن تكون جميع الجداول في الرسالة مطابقة للتنسيق الموجود بالقالب والتي يظهر لديكم الآن. يكون الشكل شكل الجدول بهذه الشكل، لا توجد عواميد، لا توجد أسطر عمودية، وإنما فقط سطرين للعنوان، عنوان البحث وليس اسم الجدول، لعنوان الجدول وليس اسم الجدول، هذا عنوان الجدول أو اسم الجدول. يجب اسم الجدول يجب أن يكون أعلى الجدول بمسافة 1.5، ومن ثم يبتدي الجدول يوضع عنوان وتوضع المعلومات عليه، ومن ثم ينتهي بخط انتهاء الجدول. فالمسافة بين الأسطر داخل الجدول تكون مفردة. يمكن للطالب أن يستخدم التظليل بحيث أنه لا يتجاوز 15% من اللون الرمادي للتظليل. أما الألوان فهي غير مقبولة، والألوان ممنوعة في كافة الرسالة ما عدا الرسوم التوضيحية وممنوعة في الجداول. أما بالنسبة للأشكال فهي يكون الشكل ملون، لا يوجد أي إشكالية، سواء شكل أو صورة يوضع في وسط الصفحة، واسم الشكل يوجد أسفل الشكل، سواء إذا كان في النص في الوسط فيكون اسم الشكل أسفل الشكل. كما أن الأشكال والجداول يجب أن لا تتجاوز هوامش الصفحات، يجب أن تكون في الوسط أو بالنسبة للغة العربية جهة اليمين أو اللغة الإنجليزية جهة اليسار. توجد ملاحظات هامة على الجداول والأشكال، يجب أن يكون اسم الجدول أو الشكل في نفس الصفحة التي يوجد بها الشكل أو الصورة. فقد واجهت سابقاً أن الطالب يضع اسم الجدول في صفحة والجدول في صفحة أخرى، أو يضع الشكل ومن ثم اسم الشكل يندرج في صفحة أخرى، فهذا غير مسموح. يجب أن يكون اسم الجدول والشكل في نفس الصفحة التي يتواجد فيها الشكل أو الجدول. إذا كان الجدول ينقسم على صفحتين فيجب تكرار عنوان الجدول في الصفحة التالية أيضاً، عدم تجاوز هوامش الصفحات بالنسبة للجداول والأشكال. قائمة المصادر والمراجع. بالنسبة إلى قائمة المصادر والمراجع يمكن للطالب استخدام أي نمط متفق عليه من قبل الكلية وهو اتفق عليه مع مشرفه، سواء الـ APA أو الـ MLA، ولكن يجب أن تكون المسافة بين المراجع مزدوجة بين كل مصدر ومصدر، ويجب أن لا يستخدم أي لون، وحتى الروابط يتم تحويلها إلى اللون الأسود. بالنسبة إلى المراجع والمصادر باللغة العربية هناك تقسيم لها، فيمكن تقسيمها إلى المراجع باللغة العربية والمراجع باللغة الإنجليزية ومراجع الإنترنت. أما بالنسبة للملاحق فهي تحتوي على الصفحات التي تدعم البحث ولكن لم تكون مناسبة لوضعها داخل متن البحث، مثل جداول بيانات، خطابات، استمارات موافقة، رموز برمجية وغيرها. يجب أن ولكن فيضع الطالب كل ما يدعم بحثه، ولكن
يجب التقيد بهوامش الصفحات وترقيم الصفحات، ويجب أن يكون لها عنوان إذا كانت هناك ملاحق كثيرة، فيتم تقسيمها إلى الملحق ألف، الملحق باء، الملحق جيم، وهكذا. آمنة، في سؤال عن الشكل، لما يكون في شكل في الرسالة، هل يكون اسم الشكل في المنتصف؟ يعني لما تحطين الشكل يكون اسمه في منتصف الصفحة تحته على طول؟ نعم، تحته أو يمينه إذا كان باللغة العربية، وإذا كان باللغة الإنجليزية يكون أيضا في الوسط أو جهة اليسار. كما يجب أن تظهر الملاحق وعناوينها في فهرس المحتويات. توجد هناك ملاحظات عامة وشاملة وأخطاء وقع فيها الطلبة سابقا من حيث تنسيق النص في المستند. يجب أن يتم التنسيق بحيث تكون حجم الصفحات جميعها A4، نوع الخط موحد في كامل المستند، تباعد الأسطر تكون موحدة 1.5 للغة العربية ومزدوجة للغة الإنجليزية، ترقيم الصفحات كما هو مطلوب في القالب، في بداية الصفحات تكون بالأحرف العربية للقوالب العربية للرسائل العربية، والأحرف اللاتينية للرسائل الإنجليزية، ومن ثم الأرقام من المقدمة أو الفصل الأول. هوامش الصفحات بالنسبة للرسائل العربية 1.5 جهة اليمين وواحد إنج باقي الجهات، واللغة الإنجليزية العكس 1.5 جهة اليسار وواحد إنج في باقي الجهات. فهرس المحتويات وقائمة الرسوم التوضيحية وقائمة الجداول كلها موجودة تلقائية مبرمجة في القالب نفسه، فإذا تم استخدام القالب سوف تكون الأمور جدا سهلة وميسرة على الطالب. يرجى مراعاة عدم إضافة أي صور أو شعارات للجامعة أو الكلية في الصفحات الأمامية الأولى، ويجب التقيد بها كما هي موجودة في القالب تماما. يجب مراعاة عدم تعديل المسافات بين الأسطر للصفحات الأمامية، الرجاء عدم التغيير في ترقيم الصفحات أو في ترتيبها، فهي مرتبة حسب الترتيب الموجود بالقالب ويجب اتباعه كما هو موجود بالقالب، وكذلك ترقيم الصفحات. يجب ملء قائمة أعضاء لجنة المناقشة ومسح الحقول الفارغة والتأكد من كتابة تاريخ المناقشة وسنة التخرج وجملة حقوق النشر، خاصة عند إرسال النسخة النهائية للاعتماد النهائي في آخر الفصل بعد المناقشة الشفوية. تنسيق العناوين والجداول أو الأشكال جميعها يجب أن تطابق القالب، غير إذا تم استخدام أي تنسيق آخر تكون مرفوضة الرسالة ويتم إرجاعها للكلية وللطالب. فهذا كل ما لدي بالنسبة لآلية تنسيق الرسائل والأطروحات الجامعية، وشكرا لكم. شكرا أستاذة آمنة. في عندنا طبعا تكرر الطلب إنك تراجعين تشرحين لهم شلون يقدرون يوصلون إلى الصفحة اللي فيها القوالب من على صفحة مكتب الدراسات العليا على الويب سايت. أكثر من طلب يطلب منا إن إعادة اللي هي صفحة الروابط. هذه هي إن شاء صفحة الله. الروابط، تفضلي أستاذة آمنة. هذه هي صفحة إن شاء الله هذه هي صفحة الروابط اللي هي ما تسمى بالتاد سيرفيسز، لكن كيف نصل إليها؟ من الصفحة الرئيسية لجامعة قطر نذهب إلى Research and Graduate Studies، فنضغط على أول رابط، ومن ثم بعد ذلك توجد روابط في أعلى الصفحة، يتم الذهاب إلى Graduate Studies دراسات العليا، ثم جهة اليسار عند نزول الصفحة جهة اليسار سوف نجد روابط و أسماء التقسيمات المكتب، مكتب الدراسات العليا. نذهب إلى Graduate Studies أيضا، يتم فتح علامة الزائد، ومن ثم ثاني رابط Current Students يتم فتحه. بعد ذلك سوف تجدون خامس رابط أو خامس عنوان ما يسمى بالتاد سيرفيسز،
يتم الضغط عليه، وهنا هي الصفحة المعنية والصفحة الرئيسية والأساسية لكل ما يتعلق بخدمات الرسائل والأطروحات الجامعية، من نماذج، من مواعيد نهائية، من قوالب. القوالب سوف تجدونها في التاد تمبلتس، هنا تاد تمبلتس، هذه هي جميع القوالب لكل الكليات، وسوف يتم إضافة كلية الطب إن شاء الله. وتليها الفيديو التفصيلي الذي يشرح ما تم تداوله الآن في الورشة، ولكن بتفاصيل أكثر، فهو يشرح القوالب من أول صفحة إلى آخر صفحة في الملف. تمام، ممكن لو سمحت بس ترجع لنا شريحة التاد كالندر؟ إن شاء الله. نعم، بالنسبة بس نحب إن احنا يعني نلفت انتباه الطلاب والطالبات إلى أن الصفحة هذه مهمة جدا. أنا كتبت في الشات الصفحة دي مهمة جدا، خاصة للطلبة اللي حاليا مثلا بيناقشون الفصل هذه أو إنهم بيناقشون الفصل القادم. التواريخ مهمة جدا. عزيز الطالب لا تنتظرنا في حد بيقول لك ترى قرب وقت الترشيح، ترشيح ممتحن خارجي، أو قرب وقت المناقشة. أو أنت كطالب دراسات عليا أنت مسؤول عن نفسك حاليا. شوف التواريخ هذه وحاول إنك تضبط نفسك قبل لا يوصل الموعد النهائي. فطبعا نصيحة من مكتب الدراسات العليا. إيش رأيك أستاذة أمنة؟ اي نعم، فلن نضمن تخرج الطالب اذا لم يتم تسليم الرساله في الوقت المحدد، ولم يتم اتباع التواريخ النهائيه لتسليم الرسائل. تمام، شكرا جزيلا، الشرح كان وافي ومفصل، واحنا حاولنا نجاوب على جميع الأسئلة اللي موجودة، سواء جاتنا على الشات أو إن هي جاتنا على الأسئلة. أستاذ كريم، إذا بتعطيني الشير على أساس أبتدي جزء التميز البحثي. تمام، التميز البحثي أو المتفوقين بحثيا. أغلب الطلبة يسألون دائما عن شروط كيف أكون متفوق بحثيا أو كيف أتميز بحثيا. طبعا الدكتور أحمد العون تكلم عن جزئية النشر اللي في المجلات وكيفية تقييم المجلات، لكن بالنسبة لنا في هناك شروط أخرى، مثل الشروط اللي موجودة حاليا على الشريحة. طبعا هاي تضمن جميع الطلاب، سواء كان في المسار اللي هو العلوم التطبيقية أو في العلوم الإنسانية، سواء كانوا في الماجستير أو كانوا في الدكتوراه. طبعا مسألة اللي هو التميز البحثي طبعا مش مطبق لا على شهادة دراسات عليا ولا على الدبلوم، وإنما هي فقط للماجستير والدكتوراه. أولا يجب أن يكون الطالب لم يصدر بحقه أي إنذار أكاديمي. يعني لما نراجع كشف الدرجات ما يكون الطالب تعرض إلى إنذار أكاديمي، بمعنى أنه ما نزل معدله عن 3 بنهاية الفصل الدراسي، وإحنا نتكلم عن المعدل التراكمي وليس المعدل الفصلي، أو أنه قد حصل على عقوبة خلال التحاقه ببرنامج الدكتوراه أو الماجستير، مثل يعني العقوبات اللي مثلاً عقوبة أكاديمية، مثلا صار فيه مثلا عملية اللي هي البلاجرزم أو بالأشياء هذه اللي ممكن الطالب يعاقب عليها. طبعا هذا يفقد حقه في الترشح للتكريم. اجتياز طالب الدكتوراه متطلبات التخرج الواردة في المادة 16 من سياسة الدراسات العليا، واجتياز طالب الماجستير متطلبات التخرج الواردة في المادة 14 و15 من سياسة الدراسات العليا. طبعا بالرجوع للسياسة بنلاقي أن من الشروط استكمال كل المقررات، التخرج في المدة المعروفة، طبعا اجتياز بالنسبة حق الدكتوراه، اجتياز اختبار الترشح، اجتياز اختبار عفوا اجتياز اختبار الترشيح، واختبار الاختبار الشامل ايضا، اللي هو ايضا تقديم المخرجات البحثية
المتفق عليها مع الكلية، وكذلك بالنسبة لي الماجستير. بس طبعا الماجستير ما عندهم اختبار، لا اختبار ترشيح ولا اختبار اللي هو الشامل. أن يكون للطالب نشر علمي متميز حسب النماذج التقييم المعلنة من قبل نائب رئيس الجامعة، وطبعا النماذج راح نتطرق لها بعد قليل. عدم حصول الطالب في أي مقرر سجله الطالب على أقل من درجة جيد جدا، وعدم التسجيل في أي مقرر دراسي أكثر من مرة، بمعنى أن الطالب أقل درجة حصل عليها هي درجة بي جيد جدا، وأنه هو ما اضطر أنه هو يسجل المقرر أكثر من مرة، يعني أنه أعاد المقرر مرة ثانية على أساس أنه هو مثلا بيحسن المعدل. طبعا هذه القاعدة يستثنى منها مثلا في بعض المقررات اللي أنت تاخذها لها نفس الأسماء ولكن هي تختلف في الكونتنت، مثلا يعني سبيشال توبيك، متاخذ سبيشال توبيك 1 في سبيشال توبيك 2 نفس الاسم لكن المحتوى مختلف. او مثلا المقرر اللي هو الثيسز الطالب ياخذها اكثر من مره، لكن هذا لا يعني انه هو يعني قاعد يعيدها وانما هو قاعد يكمل، فهذا طبعا لا ينظر. بالنسبه ممكن يكون احد الطلاب مثلا يفكر يقول طيب اوكي انا خلصت المده وما تخرجت، لكن لما رجعت مرة ثانية للجامعة بإعادة قيد لاستكمال الدراسة قدرت أن أنا أوصل مثلاً لأدبي هذه الشروط، فهل يعتبر طي قيدي بسبب أن أنا تجاوزت المدة ممكن يفقدني حق الترشح؟ إحنا لا نقصد هذا النوع من طي القيد، وإنما نقصد طي القيد الناتج من الإنذار الأكاديمي. نموذج تقييم طلاب الدكتوراه والماجستير في الفئة الخاصة بالعلوم والهندسة والتجمع الصحي. طبعا احنا عشان نحدد اذا كان هذا الطالب مؤهل انه يكون من ضمن فئة المكرمين يجب عليه انه يجمع مجموعة من النقاط. فلو كان الطالب من طلبة الدكتوراه المفروض انه يحصل على 70 نقطة فأعلى. اذا كان من الدكتوراه البحثية المفروض انه يحصل على مجموع 80 نقطة فأعلى. بالنسبة لطلبة الماجستير أيضا مطلوب منهم 50 نقطة فأعلى حتى يكونون ضمن المكرمين في حفل التخرج، وطبعا هذا خاص بفئة العلوم والهندسة والتجمع الصحي اللي هو الطب. طبعا إن شاء الله لما يبتدون يخلصون دراساتهم، وأيضا في حال الصيدلة والعلوم الصحية. طيب ما هي الشروط الأخرى؟ أول شرط المعدل التراكمي. إذا كان معدلك كيف إنك تقدر تحسب حق نفسك مثلا النقاط، لو معدلك التراكمي من 3.5 إلى 3.9 فأنت تحصل على 10 نقاط. لو حصلت على معدل تراكمي 4 فلك حق في 20 نقطة. إذا كانت منشوراتك في مجلة ناتشورال أو ساينس ورقة واحدة تساوي 100 نقطة. لو نشرت في أفضل 10% من المجلات في نفس المجال البحثي ورقة واحدة تساوي 60%. طبعا بالنسبة حق هذا الشرط ممكن ترجع للكلية لتسأل عن أفضل 10% من المجلات اللي ممكن تنشر فيها حتى تحصل على 60 نقطة في مقابل نشر ورقة واحدة. إذا كانت المجلة اللي نشرت فيها من فئة Q1 تحصل على 40 نقطة، إذا نشرت في Q2 تحصل على 20 نقطة، إذا نشرت كتاب راح يكون أيضا 20، إذا تم النشر من فئة Q3 أو Q4 في المجلات، أو إن أنت نشرت فصل أو تشابتر في كتاب محكم ومعتمد من الكلية تحصل طبعا ورقة واحدة تساوي 10 نقاط. الجوائز أيضا، هل الجوائز تدخل في تقييم الطالب؟ نعم تدخل. إذا خذيت جائزة دولية واحدة انترناشونال تحصل على 40 نقطة. إذا كانت جائزة يعني لوكال محلية قصدنا من قطر من دولة قطر فتحصل على 30 نقطة. إذا كانت الجائزة اللي أنت حصلت عليها من جامعة قطر تحصل على 15 نقطة. طبعا احنا نتكلم هذه بالواحد واحد، يعني لو أنت أخذت مثلا جائزتين دوليتين فراح يكون بدل 40 مثلا 80 نقطة. بالنسبة حق الباتنت أو براءات الاختراع، لو كان براءة اختراع عالمية فهي راح تكون 30 نقطة، وإذا كانت محلية راح تساوي 20 نقطة. هذه بالنسبة للتخصصات العلمية.
نأتي الآن إلى نموذج تقييم طلاب الدكتوراه والماجستير من فئة العلوم الإنسانية. طبعا هذا بيندرج تحتها كلية طبعا التربية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الإدارة والاقتصاد، دراسات الخليج، اللغة العربية، التخصصات اللي فيها اللي هي فئة العلوم الإنسانية. طالب الدكتوراه يحتاج إلى 60 نقطة حتى أنه يكون من ضمن المكرمين في يوم التخرج، بينما طلاب الماجستير يحتاجون إلى 40 نقطة طبعا فأكثر حتى يكونون داخل المنضمين إلى القائمة. نرجع حق الشروط. المعدل التراكمي هو نفس المعدل التراكمي، أربعة إذا كان معدلك 4 تحصل على 20 نقطة، إذا كان معدلك التراكم ما بين 3.5 إلى 3.9 فأنت تحصل على 10. أيضا المنشورات في أفضل 10% من المجلات، وهي طبعا أشار لها دكتور أحمد العون، أحيانا تكون من الصعب أن نحن نحصل على تقييم للمجلات في هذه الفئة من العلوم، ولكن لو حصل أنه في مجلات فأفضل 10% من المجلات لها 100 نقطة، Q1 80 نقطة، Q2 40 نقطة، الكتب المنشورة 60، المنشورات من فئة Q3 أو Q4 في المجلات أو فصل في كتاب راح يكون ورقة واحدة تساوي 30 نقطة. لو كانت المجلة اللي أنت نشرت فيها لا يطبق عليها، يعني لم تكن مقيمة بQ1 أو Q2، وإنما تكون مجلة معتمدة من لجنة الترقيات الأكاديمية بالكلية، فكل ورقة تساوي 30 نقطة. الجوائز الممنوحة: جائزة دولية 40 نقطة، الجائزة المحلية 30 نقطة، جائزة من جامعة قطر 15 نقطة، براءات الاختراع أيضا العالمية ب30 والمحلية ب20 نقطة. هذا طبعا كل العرض الخاص فيني. هناك أيضا مجموعة من الأسئلة، لو تسمحوني راح أجاوب عليها. محي الدين يسأل: لو كان في withdraw في حال أن الطالب عمل withdraw ما أتوقع أنه مش من الشروط اللي مذكورة حاليا، إذا كان هو يؤثر فيه، يعني من ضمن الشروط اللي مذكورة في السياسة أنه الطالب يعني انتهى من درجته العلمية في المدة الرسمية، ولم يذكر شيء عن الويدرو. هل ينبغي أن يكون البحث المنشور هو يكون سنجل أوثر؟ المفروض يكون هو المين أوثر، ولكن في بعض المجلات تتطلب أن يكون الشخص المين أوثر هو الدكتور وبعدين يكون الطالب، ولكن مثلا عارف ان مثلا الطالب هو الشخص الاساسي في البحث. هل تحتسب الابحاث التي تكون جماعيه؟ وهل يفرق ان يكون اسمنا الاول او الثاني او الثالث؟ اي طبعا، لما يكون الاسم الاول يعني يكون انت صاحب البحث، لكن الثاني او الثالث ممكن تكون مشاركتك مشاركه مثلا محدوده لعمل مثلا احصائيه او لعمل مثلا اشياء تكون داعمه للبحث وليس انت صاحب الفكره الاساسيه. هل لازم تكون الجائزة أو البحث في فترة الدكتوراه؟ قصدك الجائزة إيش؟ الجائزة اللي بتتكرم على أساسها ولا الجائزة اللي بتاخذ عليها النقاط؟ إذا الجائزة اللي بتكون تاخذ عليها أساسها النقاط فهي لازم طبعا راح تكون فترة الدكتوراه. يعني مثلا تقول أنا أخذت مثلا جائزة دولية لما أنا كنت في الماستر، الماستر هاي انتهى، إحنا حاليا نكرمك على أن أنت أساسا مثلا طالب دكتوراه. فإذا أنت في الدكتوراه فالمفروض أن خلال ال4 سنوات أو ال5 سنوات اللي أنت درستها حصلت فيه على هذه الجائزة خلال هذه الفترة وليست فترة سابقة. في أيضا أسئلة، في أيضا لدينا هنا أسئلة. For the publication, is it required to be first author? Yes, preferred. Yes, preferred to be first author. السؤال: الحصول على عدد النقاط معناه الفوز أم الترشح فقط؟ معناه الفوز. معناه الفوز. الطالب اللي لم يحقق عدد النقاط المطلوبة يعني يتم استثناءه من الترشيح. وأساسا يعني تقوم إحنا نخاطب الكليات في كل فصل دراسي لحتى أنهم يقومون برفع أسماء
الطلبة الذين استوفوا شروط التكريم. فالترشح أصلا الترشيح للجائزة يأتي من الكلية أولا، ثم يقوم مكتب الدراسات العليا بمراجعة هذه المعايير اللي أنا ذكرتها، اللي هو الجي بي إيه والنشر ونوع المجلة، وبعدين احنا نشوف نأكد هل الطالب فعلا حقق اللي هو المينيمم بوينتس، أو عدد أقل عدد من اللي هو من النقاط المذكورة، مثلا اللي هو ماستر في فئة العلوم الإنسانية جاب على الأقل 40، يبقى راح يكون ضمن القائمة. لو طبعا أكثر من 40 طبعا راح يكون مرشح، راح يفوز بقوة يعني، بس إنه ما في أسماء يتم إزالتها من القائمة إلا إذا كانت تحت الأرقام اللي إحنا أعلناها من شوي. عبد القدوس، regarding the publication, should it be related directly to my dissertation or it can be related to my major and it is still counted towards the points? To prefer to be related to your study, to your dissertation, preferred. Anyway, any published paper will be organized with the college. So if the college approve it for you, we will do so. هل في مجال نحصل نسخة من البرزنتيشن؟ البرزنتيشن راح تلاقونه، راح طبعا بعد يومين إن شاء الله من اليوم راح يكون في ينزل العرض في اليوتيوب، وراح يكون ظاهر مع البرزنتيشن. أسئلة أخرى، سؤال من عائشة أحمد تقول يعني لو قمت بحذف المادة قبل التقييم النهائي وقمت بإعادتها لا تكون مكررة، حذفتيها قبل لا تحصلين فيها على درجة ما راح تكون مكررة، والدرو أنت رجعتي أخذتيها من أول وجديد، يعني يحسب لك اللي هو مش الودرو المقرر الأساسي. أي سؤال آخر؟ تمام، شكرا جزيلا. طبعا راح ننتقل بعد التمييز البحثي، اتمنى ان يكون الجزء هذا واضح، لان احنا دائما نحصل على اسئله كثيره من الطلاب بخصوص الشروط الواجب تتوافرها في الطلبه اللي هم المرشحين للتكريم. ننتقل الان الى المكتبه، الاستاذه عائشه حسن العبد الله مع ارشفه الرسائل الجامعيه في المستودع الرقمي لجامعه قطر. أستاذ كريم، إذا بتعطي الأستاذة عائشة البريفليج إن هي تعمل شير من عندها، تفضلي أستاذة عائشة. أستاذة عائشة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة عائشة حسن عبد الله، رئيس قسم المستودع الرقمي في مكتبة جامعة قطر. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن أرشفة الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطر. راح نبدأ أولا بس أنا عندي مشكلة في ما تحرك السلايدات أستاذ عائشة. أستاذ كريم، ممكن تعملين شير سكرين. هو شير سكرين حاليا. ممكن يقوم الأستاذ كريم بعرض التحريكة وأنا من المشكلة راح أتكلم من خلال السلام عليكم. السلايدات. وأقفل شير وأعمله مرة ثانية. إن شاء الله. طيب، لغاية اللي الأخت عاشت تعمل شير مرة ثانية، في عندنا سؤال، لو كان معدل التراكمي 3.5 لكن أحد المواد
درجتها هي سي، هل يؤثر على الترشح؟ ممكن أنه يؤثر على الترشح، نعم ممكن أنه يؤثر. مثل ما قلنا في الشروط لازم أن يكون الطالب ما حصل على درجة مد على أقل من بي في جميع المواد. في سؤال، لو تجاوز الطالب فترة الدراسة أكثر من 4 سنوات هل يؤثر على الترشح؟ إن شاء الله لا، ما راح يؤثر على الترشح. أستاذ عاشر، حلت المشكلة؟ للأسف الصراحة ما حلت المشكلة، سويت شيء مرة ثانية. إذا ممكن من جهتكم يتم عرض البرزنتيشن أو راح ممكن أستاذ أحمد برزنتيشن عندك؟ نعم إن شاء الله راح أحاول، بس تعطيني أستاذ كريم الأوبشن الشير؟ اوكي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نتكلم إن شاء الله عن أرشفة الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطر. راح نبدأ أول شيء بالتعريف بالمستودع الرقمي لجامعة قطر كيو سبيس. هو نقدر نسميه مجموعة رقمية للناتج العلمي والأنشطة الأكاديمية لجامعة قطر على الإنترنت. طبعا تشمل المنشورات، المواد البحثية، رسائل الماجستير والأطروحات، بالإضافة إلى الوقائع والمؤتمرات. طبعا إحنا نقوم بتجميع الأعمال الناتجة من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات وضيوف جامعة قطر، عشان نوفر البيانات الوصفية بهدف إن إحنا نوفر الوصول الحر للنص الكامل للمحتوى العلمي الخاص بالجامعة للجميع، ونحافظ على المحتوى العلمي في صيغة آمنة لضمان استمرارية الوصول على المدى البعيد. طبعا هالشيء يزيد من تواجد وظهور المقالات المحكمة المنشورة والأبحاث العلمية الخاصة بجامعة قطر على المستويين المحلي والعالمي، ويساهم بعد في تسويق الناتج الفكري والنشاط البحثي الخاص بجامعة قطر على الإنترنت. بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات الأكاديمية والمساهمة في رفع تصنيف الجامعة عالميا. طبعا من أهم المعايير اللي تنظر لها في الجامعات عند تصنيفها هي احتوائها على مستودع رقمي ويكون تم إثراءه بجميع المحتوى الخاص بجميع فئات الحرم الجامعي. طبعا هذا الشيء يخلي المستودع الرقمي بوابة دائمة من الوصول إلى المصادر الخاصة بجامعة قطر. طبعا فائدة إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي تعود على كل من الجامعة والطالب، والفوائد بينهم مشتركة، لأن مثل ما احنا عارفين الرسائل الجامعية تتصف بصفات وخصائص تجعلها ذات أهمية في الأوساط العلمية والبحثية، ونقدر احنا نقول إن هي تدخل من الاحتياجات الأساسية للدارسين والباحثين، لأنها دايما تناقش موضوعات جديدة وتضيف أشياء جديدة للثقافة العالمية، وتخضع لمعايير تحكيم صارمة ويتم انتقاء موضوعاتها بحسب أسس ومعايير أكاديمية متعارف عليها عالميا، وتتميز بعد أنها متنوعة. فطبعا من خلال أرشفتها في المستودع الرقمي نزيد من تداول هذه الرسائل الجامعية، ويتم ضبطها بإنشاء سجل بيبليوغرافي لها، يسهل على الباحثين الآخرين معرفة أن هناك دراسات متوفرة تخدم موضوعات أبحاثهم. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي
تساعد في انتشار الرسالة والأطروحة حول العالم، وإتاحة واحد من أهم مصادر المعلومات اللي تحتوي على أفكار وحقائق وتنفرد بحداثة معلوماتها، بالإضافة إلى أنها فرص إلى فرص التمويل والشراكة. طبعا تزيد فرص التعاون بين الطالب مع المهتمين بموضوع بحث الرسالة من خبراء وأساتذة. طبعا هالشيء يساعد الطالب لعقد مشاريع بحثية مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فالضبط الببليغرافي للرسائل الجامعية في المستودع الرقمي توفرها إلكترونيا يساعد المستفيدين على الاستدلال والاستشهاد نسب العمل إلى الطالب في حال استخدامه في أبحاث أخرى. والهدف الأساسي من إتاحة الرسائل الجامعية إلكترونيا عبر المستودع الرقمي لجامعة قطر هو الحفظ والأرشفة، ونقصد بهالشيء هي تخزين طويل الأمد وضمان عدم المساس بالسجلات والرسائل الجامعية أو التغيير فيها. طبعا بالنسبة حق اللي ذكرته الأستاذة آمنة بخصوص المواعيد النهائية للرسائل والأطروحات الجامعية، ففي إجراءات معينة يتم اتباعها في المكتبة. بمجرد تسليم الرسائل والأطروحات من المكتبة من قبل مكتب الدراسات العليا، يتم في الواقع استلام الرسالة أو الأطروحة لكل طالب، وعليه يتم إيداع نسخة من الرسالة الجامعية الإلكترونية في المستودع الرقمي. وأحب أنوه أن تظهر المعلومات الوصفية للرسالة مثل العنوان، اسم الطالب، أسماء المشرفين وغيرها من المعلومات التي تصف الرسالة الجامعية أو الأطروحة في السجل الخاص بالرسالة، حتى وإن كان هناك طلب حظر مؤقت للنص الكامل، حيث تتم الإتاحة بالنسبة للنص الكامل إما بشكل فوري أو يتم تقييد الوصول لفترة محددة وفقا لمؤشر التشابه بحسب ما يتم تحديده من قبل الطالب. وأغلب الأسباب للحظر أو طلبات الحظر تكون لأسباب الرغبة في النشر أو لأسباب أخرى يتم ذكرها في الطلب. طبعا بعد ذلك، طبعا تكون الرسالة موجودة في المستودع الرقمي، فكل الرسائل تكون موجودة في المستودع الرقمي، لكن بعض الرسائل تكون النص الكامل فيها متاح، وبعض الرسائل النص الكامل فيها محظور لفترة معينة حسب ما تم شرحه. فطبعا الرسائل الجامعية في المكتبة يتم حفظها وأرشفتها بنسخة إلكترونية ونسخة مطبوعة. مثل ما أشرنا، النسخة الإلكترونية وهي اللي إحنا ركزنا عليها، اللي هي راح تكون عبر المستودع الرقمي لجامعة قطر. أما بالنسبة لأرشفة النسخة المطبوعة من الرسائل والأطروحات، يتم توفير النسخ المناسبة وفقا للسياسات المتبعة في جامعة قطر وبالمكتبة بالأخص. طبعا بالنسبة حق آلية الوصول إلى الرسائل الجامعية، طبعا بمجرد ما يتم أرشف جميع الرسائل الجامعية، يستطيع جميع المستخدمين والباحثين سواء من جامعة قطر أو خارج جامعة قطر أو من قطر وخارج قطر من جميع أنحاء العالم الوصول إلى الرسائل الجامعية لطلبتنا من خلال البحث في موقع المستودع الرقمي مثل ما هو ظاهر رابط الموقع، أو من خلال خاصية البحث في فهرس مكتبة جامعة قطر، بالتحديد من خلال البحث الشامل. فأي طالب حاب يوصل لأي رسالة أو بالأخص رسالته بشكل خاص، يقدر يدخل عليه من خلال موقع المستودع الرقمي. بمجرد أرشفة المستودع الرقمي راح تكون في نسخة موجودة في فهرس مكتبة جامعة قطر. في نقطة مهمة، إن إحنا مكتبة جامعة قطر هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مراقبة المحتوى للمواد المؤرشفة، وتعتبر هي الجهة اللي تحكم السياسات والإجراءات المتعلقة بالمستودع الرقمي وأي محتوى موجود في المستودع الرقمي. ففي حال وجود أي استفسار يعني يتعلق بأرشفة الرسائل الجامعية على منصة المستودع الرقمي، طبعا دائما احنا توردنا استفسارات بخصوص تمديد فترة الحظر أو غيرها من الأمور المتعلقة بإتاحة النص الكامل للرسالة، فمن الممكن إرسال بريد إلكتروني على قسم المستودع الرقمي والأرشفة أو من خلال التواصل مع فريق المستودع الرقمي.
وبالعادة إحنا أغلب الاستفسارات والطلبات تكون بالتعاون مع مكتب الدراسات العليا، وأختنا آمنة يعني ما تقصر في هذا الشأن. أي استفسار يردها في هذا الموضوع فممكن إحنا نتعامل معاه بحسب كل حالة وكل طالب. هاي تقريبا ملخص على كل من الإجراءات اللي إحنا يتم في المكتبة بمجرد اعتماد رسالة من مكتب الدراسات العليا ووصولها إلى المكتبة. وفي حال وجود أي استفسار فأنا جاهزة بالإجابة إن شاء الله. إن شاء الله، شكراً أستاذة عائشة. لو كان في أي أسئلة بالنسبة لقسم المكتبة والمستودع الرقمي، طبعاً إحنا ما عندنا أي مشكلة إن إحنا نجاوب عليها. الأستاذة عائشة أيضاً راح تكون موجودة معنا لغاية آخر الفعالية إن شاء الله. وأيضاً تفضل هذه اللي بالتأكيد. هي الأسماء وهذه هي العناوين بالنسبة حق الأشخاص، إذا كانوا إذا أنتم في عندكم أسئلة يعني مع تخطر على بالكم بعدين ممكن أيضاً تتواصلون معاها. ننتقل إن شاء الله إلى أخلاقيات ونزاهة البحث العلمي مع الدكتورة ساندي أديب. دكتورة ساندي معنا؟ معكم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا الدكتورة ساندي راح تشرح باللغة الإنجليزية. فبالنسبة for people who are following us and the translation link, there is no need now because دكتورة ساندي will present in English, so don't move to the other link. Stay with us, the main link. Thank you very much. Dr. Sandy, the floor is yours. Thank you. مثل ما ذكرت الأستاذ غادة، أنا راح أتكلم باللغة الإنجليزية، ولكن لو في أي مصطلح غير مفهوم ممكن أن أوضحه بالعربي إن شاء الله خلال الجلسة النقاشية. ممكن تكتبوا بالـ Q&A أي مصطلح غير مفهوم إن شاء الله نتطرق له. Today I will be in this session. Inshallah, I will give a brief introduction to what IRB is. What does IRB review mean, and why do you need to submit an IRB approval? Also, I will give an idea about the degree of the risks associated with human subject research, the timeline of application process, and finally, I will show you some examples of what we screen in an application package, and what you could do to make your application get processed smoothly. And by this, you can save valuable time you may use to finish conducting your research instead. So, أظن عم يصير معي نفس المشكلة. Some important definitions before we start. MOPH is the Ministry of Public Health. It's the regulatory body that sets the policies and regulations for a safe research. It inspects and monitors health research activities. QUIRB committee is a registered committee with the MOPH. So it has and it must make sure that the research involving human subjects is conducted ethically according to the regulations of the Ministry of Public Health. You will hear me also say mention IRBNet. The IRBNet is the online submission system that is currently utilized by QU to receive and manage all applications submitted to the Tri-Board Ethics Committee and specifically for QU IRB. So you as a graduate student, you need to apply for QUIRB if you are conducting research involving human subject. So what do we mean by involvement? Involvement of human subject is when you are interacting with an individual of any age to gather information that is intended to that is intended to be collected for the purpose of research. So you are conducting experiments, collecting data, analyzing it for the purpose of research and to contribute to the generalizable knowledge. Examples of this, for example, surveys,
questionnaires, focus groups, interviews, and we see a lot of this type of research. Also, for example, if you are doing experiments in physical or in electronic environment, for example, the experiment is doing some physical experiment on a group of people. Again, also, if you are applying some diet or nutrition experiments on a group of people. If your study investigating the effectiveness of educational tools or curricula, also this is very popular research. Also, if you are using instruments or devices to collect data, monitor or influence behavior, or if, for example, if you're using drugs or medical devices on patients and you need to monitor or influence these devices or drugs, or the effect of these devices and drugs. This is all of what I mentioned is called the direct interaction with human, but also there is another type, which is the indirect involvement of human subject, is when your research involves the use of secondary or existing data. So the use of secondary and existing data is when, for example, you are using data that was already collected, maybe not for the purpose of research, but you need to use this data and analyze it in order to obtain a conclusion and do some research on these data. For example, medical records of patients, maybe some data that are gathered for some purpose, and you need to use it for research. So when these data are identified, when it contains information that could identify a participant, then definitely these needs to be reviewed by IRB. Even if these data are not identified, it also has to pass through the IRB office, either for exemption or for evaluation. What applies to this is the biological specimens. So for example, if you are taking or using some biological specimens that were already collected, and you need to use it for your research, also you need to apply for IRB, and it is considered involving a human subject, especially if it contains some identifiers. Identifiers, I mean things like names, address, age, date of birth, and stuff like that. So why do you have to apply for IRB? Because IRB should make sure that the following elements are achieved in every research that is involving human subject. First is the respect of person. So this is achieved by obtaining an informed consent form from those human subjects that are participating before their participation in your research. And this is to ensure autonomy and voluntariness. The other element is beneficence. And this is for IRB to evaluate the potential risk and to weigh the risks over benefits. This is the second element. The third element, which is justice. And we mean by justice how you are choosing your study population. So this is, are you achieving equitable selection of those subjects? Or are you choosing those populations just for convenience? This is also has to be checked by IRB. So from this slide, we can see that research and these research methodologies needs to be checked by IRB before conducting the research. Because if it's not checked by IRB, there's no meaning for an IRB review. So these are very important notes to keep in mind. IRB does not give retrospective approvals. IRB will not approve a research that was already conducted. And conducting a research involving human subject without seeking an IRB approval or exemption is considered a violation.
Any change to an IRB approved protocol must first be submitted to QUIRB as an amendment and must be approved, even if it's exempt. So you cannot change anything in your research once research methodologies once it is approved by IRB, because any change needs to be first submitted to IRB in an application and approved before you continue conducting your research according to this amendment. So how the review type is selected? The review type is selected according to the degree of the risk that the human subject participants may encounter during your research experiments. So is your research containing risk more than minimal risk or less than minimal risk? What is the definition of minimal risk? Minimal risk is the probability and magnitude of harm or discomfort anticipated in the research are not greater than those encountered in daily life or during the performance of routine physical or psychological examinations or tests. Examinations or tests or physical routine, for example, something like vital signs measurements, listening to an audio recording, doing some physical movements that could be done in a daily routine and things like that. Of course, the age or type of participants will affect the risk level of your research. For example, if the research is on children, so what is considered minimal risk on adults may not be considered minimal on children. And more provisions by IRB will be requested from you in this case, because you are now dealing with vulnerable population. So according to risk, exempt means the research contains less than minimal risk. So it is exempted from IRB review, but still you need to submit because it has to be checked by the office that it qualifies for exempt. You cannot judge by yourself. The exempt category usually is checked by the office and approved by the chair. The expedited means that the research contains no more than minimal risk. So this type of research has to be reviewed by one or more designated members from the IRB committee and then approved by the chair. This type of review has to be renewed every year. If you're not done with your research during a year, you have to submit for renewal until the end of your research project. A full board review is when your research holds greater than minimal risk. The IRB review is done then in a full board meeting, and the decision of approval or rejection is obtained by voting. This type also needs to be renewed every year until the end of your project. So the application processing timeline, according to timeline, is a very important information that you need to keep in mind. So every application package, once received, undergoes initial screening by the IRB specialist to make sure that the application section is filled correctly and that the documents are complete. This usually takes 5 working days. Then the completed application, then ready for the IRB review. The timeline of this stage is dependent on many elements, but the most important one is the level of risk this application holds. So if it qualifies to be exempted, then this will not take the same time as an application that qualifies for expedite review or full board. Also, your response to the comments to the of the committee also plays a major role. If you especially if you respond in a timely manner, then you expect that the processing time of your application to be more quick. Just but still you need to at least put in mind that it may take the review itself, it might take 6 weeks. So just to recap, you will expect to receive 2 sets of comments. The first one is from the IRB specialist, which is after the initial screening stage.
And this is just to make your to make sure that your application is complete. The other set of comments you might receive after IRB review if your application will undergo IRB review by a committee member. The last stage is the approval. First, and receiving the approval letter, which also takes around 5 working days after the IRB review. So the priority, we do give priority to student projects, but please do not rely on that because we still receive high load of students' applications. So in the QU IRB Smart Form, for us to know that your research is a postgraduate student research, you need to make sure that you check the option of postgraduate student research in the SMART form, and also this option is available in the Arabic form for those who wish to apply in Arabic. So before you apply to QUIA IRB, we advise you to know everything about your project. For example, you need to know all the research team members who are contributing to this research, the collaborators, collaborator institutions, etc. The research proposal. The research proposal, we mean you need to have a decision about your research question, the rationale, the justification of conducting this research, aim, objective, the research design, methodology, etc. The study subjects that you wish to recruit or approach. The exclusion and exclusion criteria of these subjects, who to include and who not to include. Data collection for the purpose of this research or using existing database. So also you need to decide whether this is a direct interaction with human or you're using secondary data. Sampling technique as well, and the sample size. In addition, you need to get all these data collection tools prepared, which are, for example, survey questions, interview questions, data collection sheet, consent form, and information sheet. These are, you don't have to submit all of these. This is dependent on your research. So according to your research, there are some data collection tools that you need to submit. Some of them might be from those that I mentioned. But please make sure that all of these are submitted in their final version and final format, because any change in your application or documents after IRB review or approval must be submitted to IRB officially as amendment. So you cannot, for example, change something in your survey or in your interview questions after you receive an IRB approval. And also, you cannot give us drafts of these that are not complete, because what we have to receive is the documents that the participant will see. And those the documents that we'll be given to the participants. How to ensure the completeness of your application package? Victoria? Aywa, tafadhal. Excuse me, we have two questions. Yes, sure. From Raya, I have made a research involving interviews and surveys, including a consent letter to be signed by the applicant before conducting the interview and survey. I think she is done with her research that's based in that interviews and surveys. So if the letter is enough without IRB approval? So if I understand, she's done with she prepared them, or she already conducted the research? I think because she said I have made a research. Okay. Yeah, we go back to the slide where we say that IRB cannot give approvals retrospectively. Yeah, she said now, yes, I made the interviews. As we said, it has no meaning to go for IRB review anymore, because the IRB has to check those interview questions. Okay. So, yeah. Yeah, another question. What difference does it make if it is IRB accepted? Does it affect the publication process or to be accepted by Qatar University?
Well, as we mentioned that those are all regulated by the Ministry of Public Health, and Qatar University is registered as a research institution, is registered with the Ministry of Public Health. So everything regarding human subject research is regulated by the ministry. So there are policies that we have to achieve as a university regarding conducting ethical human subject research. Yeah. But this is in general, but in personally, of course, it will affect you when you will go to publish, because any journal will request this as an evaluation of your paper. Okay, thank you, Dr. Sandy. You're welcome. On IRBNet, you will find in the forms and letters the README First document. This document is very important because all the important comments that you may receive as an initial screening is mentioned there. So if you make sure to read this document, you will save a lot of time in the initial screening review. Also, we recommend that you read the description mentioned under each question carefully for more information in the application form. So in every in the application form for every section, there is a description of what you need to write in this section, which helps a lot for you to know what exactly is written, you should mention in this section. You need to fill all the sections relevant to your study. If we find a section that is unfilled, the application package will go back to you. You need to submit any document that will be seen or sent to the participant. So as we said, all the consent forms, questionnaires, surveys, everything needs to be submitted to us. Secure required approvals from other involved sites or institutes. This is also very important if you are involving other institutions, if you are recruiting participants from other institution or obtaining biological samples from a biobank, for example. By this, maybe you will need to get an IRB approval from this institution. So we advise you, if you know exactly what your research is about, to contact us just to make sure what other approvals you need to seek prior to submitting to QUIRB. If your application contains biohazardous material, you need to apply for QUIBC before applying to QUIRB. And this is mainly you need to check with your supervisor, because usually your supervisor will submit to QUIBC, which is the Institutional Biohazard Committee. So the informed consent form is very important document. Also in the README First document, there is all the elements of informed consent form that you need to include in your consent form. You need to provide it in all languages used, and you need to be consistent in information between the consent form and the application form. So do not put in the consent form any information that you haven't mentioned and described in your application form, and vice versa. A spelling and grammar check also needs to be checked, because this is contributes to the better understanding of the participant. This is an example of an informed consent form that we received. For example, if we look at the elements of the consent form in the README First document, we will find that this consent form submitted missing a lot of elements. For example, brief description of the study, mentioning that there is no direct the survey, so there is no direct benefit. The confidentiality is not mentioned. The sample size and inclusion and exclusion criteria also is not mentioned. IRB approval code and contact details is not mentioned. If this is online, then a click OK if agree statement needs to be included. If it's a paper based, it needs to this needs to include the name and signature of the participant. So if you make sure that you go over all the elements of informed consent before submitting to us, you will save the time of sending this informed consent to you to get it complete. Another example of informed consent, if you see this, you can see that it's almost complete, but still it's missing one of the elements that is mentioned in the document, which is a statement of to ask the participant if they agree or disagree for audio recording.
This is, for example, an example of a questionnaire submitted to us. If you see it, this questionnaire contains information that can easily identify the participant: name, ID, number, address. So if you submit a survey like that, you are raising the risk level to greater than minimal risk. But if you don't need these information, don't include it in your questionnaire and make it anonymous so it can go to exempt or expedite review. Also, another matter is the age. So here, if you see, it says less than 20 years. For us, we understand that even vulnerable population or children, adolescents, are invited to participate in this research. This also increased the risk level. So it's better if this was, for example, mentioned 18 or above, or the range starts from 18 to above, if only the participants are adults. So just quickly, what could delay an approval process? Sending the application to the wrong committee in charge, delay in responding to the inquiries after initial screening, use of old versions of application material, inconsistency of information among the documents provided, and information requested after review are not provided in a timely manner. Also very important that your supervisor should sign the application package on IRBNet. After you fill it, you need to make your supervisor sign the application package, so he has to also create an account on IRBNet. Also, we do not accept any submission. We do not accept any submission except on IRBNet. Please also use the IRBNet smart form if you are submitting in English, but if you are submitting in Arabic, there is an Arabic form available. In our webpage, there are demos that are very important that will help you to know and learn how to submit through IRBNet, and also some more information on IRB in general. We also would recommend that you make an account on the CITI program that QU now has a subscription with, which offers courses on human subject research and in research ethics in general. You can also get certificates. This is a very valuable source of information. For any more information, please contact us at the email quirb@qu.edu.qa. And thank you very much. Thank you, Dr. Sandy. The very detailed presentation. ما شاء الله كانت الشرح كان وافي ومفصل. واعتقد ان اغلب الطلبه حاليا اللي هم بحاجه مثل هذه الحصول على موافقه الاي ار بي في حال انه يكون في عندهم عينات يعني فيها عينات حيه. محتاجين أيوة. هذا النوع من ايضا هذا النوع من الموافقات. شكرا جزيلا دكتور أساندي. العفو. ننتقل الآن إلى جوائز الدراسات العليا من مكتب دعم التعلم لطلبة الدراسات العليا الأستاذة رندا. تفضلي أستاذة رندا. شكرا. السلام عليكم جميعا. أنا اسمي رندا الشيخ من قسم دعم التعلم بمكتب من مكتب الدراسات العليا. اليوم بدي أحكيكم عن جوائز الدراسات العليا. بدي أعطيكم فكرة عن أنواع الجوائز اللي عنا إياه هون. أول شيء جائزة رسالة الماجستير وجائزة أطروحة الدكتوراه، وعنا فئتين لجائزة أفضل بحث اللي هي جائزة أفضل بحث للعلوم الإنسانية والاجتماعية وجائزة أفضل بحث للعلوم، وآخر جائزة مسابقة الـ 3MT. فخلينا ناخدهم وحدة وحدة كرمال نحكي عنهم. هلا كرمال جائزة الأطروحة الدكتوراه وجائزة رسالة الماجستير نفس شروط التأهيل ونفس الجوائز لإلهم. شروط التأهيل هي إنه لازم يكون الطالب بحالة بمستوى جيد أو تخرج بالعام الدراسي الحالي، يعني فرضا هلا 2021 2022. هلا الأوردز أبلكيشنز مفتوحة، لازم يكون اتخرج بهيدي السنة الأكاديمية، ولازم يكون رسالة الطالب كاملة مكملة مع نتائج والمناقشة تبعيتها معتمدة من المشرف، ولازم تكون لازم يكون عمل فحص الانتحال ونسبة التشابه المعتمد من قبل المشرف على الرسالة،
ولازم يكون طالب نشر مقالة بحثية من بحث الرسالة، أو ممكن يكون كمان تم قبول نشرها في مجلة دولية معتمدة. أوكي؟ أكيد لازم تكون وافقت عليها الكلية. هلأ بالنسبة للجوائز لهذه الجائزة، كأس وشهادة مقدمة في منتدى البحث السنوي اللي هو راح يكون ب 20 أكتوبر إن شاء الله، و15 نقطة لمعايير لائحة طلبة الدراسات العليا المتميزين. بالنسبة لجائزة أفضل بحث، سنعمل لها فئتين، العلوم الإنسانية والاجتماعية وللعلوم. لازم يكون طالب دراسات عليا بدوام كامل full time، ولازم يكون بمستوى أكاديمي جيد، ولازم يكون نشر ورقتين بحث أو ورقة وحدة بحثية مع قبول نشر الثانية، ولازم تكون مش أقل من Q2 journal، لازم تكون يا Q1 أو Q2 بس مش أكثر من هيك أو ما يعادلها، ولازم يكون الطالب هو المؤلف الرئيسي للورقة أو للأوراق البحث هود اللي عم بيقدم فيهم الطلب، ولازم إرسال جميع الوثائق المطلوبة بحلول الموعد، يعني لازم قبل الموعد النهائي يكون كامل مكمل كل الأوراق المطلوبة. بالنسبة للجوائز لهذه الجائزة البرايزز، هي كأس وشهادة مقدم كمان بمنتدى البحث السنوي، 15 نقطة لمعايير لائحة طلبة الدراسات العليا المتميزين، وكمان المركز الأولى 10,000 ريال، المركز الثاني 7,000 ريال، والمركز الثالث 5,000 ريال. والشغلة المهمة لهذه الجائزة هي إنه نحن بدنا الطلاب اللي بيقدموا عليها لهالجائزة يعملوا سي في مخصص، يعني مصمم بس عشان هذه الجائزة، عشان يبرز ال الريسيرش بيبرز اللي نشرها لما هو كان كاتب رئيسي او الكاتب الثاني، وباي مجلات نشر، وبالامباكت فاكتور. كمان في مجلات بالعربي ما عندهم امباكت فاكتور، بهالحاله ما لنا مشكله، بس انه على القليل يحطوا لنا كم مثلا كم شخص قراها، كم مره كم شخص عملها داونلود، انه تاثير هيدي المقاله انه قد ايه في ناس عم تقراها، انه لازم السي في اللي بينعمل لهيدا الثيسس يعني سوري لهيدي الجائزه يبرز يعني الاشياء المنيحه عن السكيلز تبعت هيدا الباحث، شو نشر، كم مقال نشر، وكم مره كان هو الكاتب الرئيسي او الثاني، وتبرز قوه المجله، قوه البحث بهيدي المجله. واكيد لازم تتذكروا انه اعضاء اللجنه مش كلهم من التخصص تبعكم، او مش كلهم من الخلفيه اللي انتم عم تحكوا عنها، فلازم هذا الشيء يتوضح كرمال كل اللي عم بيقيموا لك الابلكيشن تبعت الجائزه يكونوا عارفين انتم وين نشرتوا وتفاصيل المهارات تبعتكم. اوكي، هلا بالنسبه لجائزه مسابقه 3MP، شروط التأهيل لأنه أي حدا عم يدرس بجامعة قطر أو ببرنامج دراسات عليا بقطر بمسار أطروحة أو رسالة، لازم يكون بمسار بحث أطروحة أو رسالة بدولة قطر، أي حدا ممكن يشارك. وكمان اللي تخرجوا بالسنة الأكاديمية 2021-2022 كمان مؤهلين أنه يشاركوا بهذه المسابقة. وجوائز هذه المسابقة على مستوى جامعة قطر، إنه هي على مستويين، أول مستوى على مستوى جامعة قطر، المستوى الثاني على مستوى قطر كلها، الجامعات بيتسابقوا مع بعض. بالنسبة للجوائز اللي على مستوى جامعة قطر، كأس وشهادة مقدمة كمان بمنتدى البحث السنوي، و15 نقطة لمعايير لائحة طلبة الدراسات العليا المتميزين، وكمان الثلاثة اللي بيربحوا آخر شيء، هودي الثلاثة بيتأهلوا كرميل يتسابقوا باسم جامعة قطر بمسابقة 3MT الوطنية على مستوى قطر. أوكي، والجوائز تبعت 3MT على مستوى الوطني هي كمان كأس وشهادة، و30 نقطة نقطة لمعايير لائحة طلب الدراسات العليا المتميزين، والمركز الأول 15,000 ريال، المركز الثاني 10,000 ريال، والمركز الثالث 7,000 ريال. وبالنسبة لهالمسابقة لازم تتذكروا انه عندكم بس 3 دقايق لتحكوا، والوقت ببلش من لما خلص
تبدأوا بالكلام خلاص ببلش الوقت، وما ضروري تعرفوا عن حالكم، انا كذا اسمي كذا تخصص كذا، نحن بنعرف انتم مين، نحن اللي بنعرف عنكم قبل ما تبداوا تحكوا. ومسموح لكم بس شريحه واحده غير متحركه، بدنا اياكم تشاركونا اهميه بحثكم. ما بدنا نعرف قد ايه انتم الامباكت والكواليتي، اكيد بهمونا هالاشياء، بس هيدي مسابقه عرض، كيف انتم بتعرضوا لنا موضوع بحثكم بثلاث دقائق بشكل ملفت للانتباه، وبشكل انه يبين ويبرز اهميه بحثكم للمجتمع العام، لناس مش من تخصصكم، بدون ما تستعملوا مصطلحات كثير تقنيه ناس ما حتفهم غير من تخصصكم. فهي انه مسابقه عرض بحثكم. اوكي، وبالنسبه لاخر يوم تقديم، هلا هو مفتوح التقديم لكل الجوائز، هلا مفتوح وبيسكر ب 20 مارس، يعني معكم وقت كثير. نحن اول مره بنفتح الاورد ابلكيشنز هالقد بكير، كرمال نعطيكم وقت زياده تخلصوا الابلكيشن تبعيتكم، يعني تتمعنوا، يعني عن جد تاخذوا وقتكم انه تبنوا الابلكيشن بشكل كثير محترف. وكل الجوائز نفس الديدلاين اللي هو ب 20 مارس. اوكي، وبالنسبه لمعلومات عن كيف انه تقدموا على هذه الجائزه، بدي افرجيكم. انتم بيوصلكم ايميل مننا كل يوم احد، هذا الايميل اللي بيوصلكم مننا، بتفوتوا على الرابط هذا تبع المجتمع الفرق، انه تحجزوا موعد فردي، بتكبسوا على GLS فوق بالشمال، بيبين عندكم meeting request او lecture request او GS awards. هلا بالعاده نحن الميتنج ريكويست تبعيتنا للطلاب اللي عندهم اي استفسار بموضوع بحثهم، بس اكيد اذا اي حدا عنده اي سؤال اكيد ممكن يدخلوا ويحجزوا معنا موعد انه يسالونا اللي بدهم اياه بموضوع الجائزه. وكمان كرمال تفوتوا تقدموا على الجائزه، هذا هو الرابط، بتحطوا اسمكم، كليتكم، البرنامج اللي انتم فيه، البيرسونال ايميل تبعكم الخاص، الموبايل الخاص، واي جائزه عم تقدموا عليها. فرضا عم بتقدموا انتم على مسابقه 3MT، هون المتطلبات كلها بالعربي وبالانجليزي، ومسموح لكم انكم تعملوا ابلود ل 1 باوربوينت سلايد، بس وحده غير متحركه، وكل المتطلبات موجوده. فرضا بدكم تقدموا على الديسرتيشن اوورد، كل المتطلبات موجودين هون بشكل واضح. اوكي، وعندنا كمان اذا اي حدا عنده اي سؤال مثل ما قلت لكم، بتضغطوا على هذا الرابط اللي بيصلكم كل يوم احد، تضغطوا بتعملوا معنا موعد، فيكم تسالونا اي سؤال عندكم اياه عن الجائزه. اوكي، وبالنسبه لموقعنا نحن Graduate Learning Support، بتنزلوا بس تفوتوا على موقع الجامعه تبعنا، بتفوتوا على Graduate Studies Awards، بتفوتوا هون في كل المعلومات بالعربي وبالانجليزي عن كل جائزة، تفاصيل والروبريك كل الأشياء موجودة هون، وحتى هون إذا بتكبسوا موجودين كل الجوائز لكل جائزة، كل التفاصيل موجودة هون بالعربي وبالانجليزي. وإذا احتجتوا إنه من هون كمان إنه تسألونا أي شيء، بتفوتوا على Need Support، تضغطوا عليها، ومن هذا الرابط Schedule an Appointment تضغطوا عليها. أوكي، مثل ما قلت لكم تحجزوا معنا موعد، تسألونا أي سؤال بتعلق بالجائزة، فرضاً مش عارفين، بدكم توضيح، في تحدي عم تواجهوه، تسألونا اللي بدكم إياه. أوكي، أنا هيك خلصت، إذا أي حدا عنده أي سؤال يتفضل يسأل، وبتوفيق إن شاء الله. شكراً رندا على الشرح المفصل. هل في أي أسئلة؟ Any questions regarding graduate studies awards؟ أي أسئلة؟ رندا؟ Yes. لو الطالب، هل من حق الطالب أن يقدم على أكثر من جائزة في نفس الوقت؟ يعني مثلاً Research Award و Thesis or Dissertation Award؟ بيقدر يقدم على أكثر من جائزة بنفس الوقت، ما لنا مشكلة. تمام، طيب لو قدم وما حالف الحظ، هل بالإمكان أنه يقدم السنة التالية يعني؟
حسب اي جائزه وحسب متطلبات الجائزه، انه اذا الجائزه مثلا تقبل انه انه حسب بده يقرا المتطلبات. فرضا بده يقدم على جائزه، بده يقدم على يتسابق بمسابقه 3 ام تي مثلا. مسابقه 3 ام تي بيقدر يكون اذا هو بيقدر يقدم عليه اذا هو تخرج. فحسب الجائزه بده يشوف الجائزه، على هذا الاساس بيقرر اذا بيقدر يقدم عليها او لا. أوكي، شكرا جزيلا، شكرا. أهلا. تمام، أشكر الجميع على الحضور، أشكر الدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا، الأستاذة آمنة حسين من مكتب الدراسات العليا، أشكر الأستاذة عايشة حسن العبد الله من مكتبة الجامعة، دكتورة ساندي أديب من أخلاقيات ونزاهة البحث، زميلتنا رندا الشيخ من دعم التعلم طلبة الدراسات العليا، وأشكركم جميعا على حضوركم وعلى قعدتكم معنا كل الوقت هذه. أتمنى أنكم استفدتوا، والحمد لله نحن قدرنا نجاوب على أغلب الأسئلة اللي جاتنا سواء كانت في الشات أو في الـ question and answers. نشوفكم الله إن شاء الله قريبا في فعاليات قادمة، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، شكرا جميعا.